فيما خص البكالوريا التعليم الاساسي والبروفي، هادو اليوم غادي ناسسوا مجموعه عمل، ونظن منا 10 ايام نقدموا يعني الاقتراح اللي نتفقوا عليه فيما خص هذا الرزنامه، اللي على كل حال غادي يتم قبل شهر رمضان الكريم، ونجم نقول اللي هو كذلك مطلب كبير جدا في الشبكات الاجتماعيه. يعني كل مترشح كان يطلب باش نقدمه يعني تاريخ الامتحانات، ولكن ما قدرناش نجاوبه في ذاك الوقت. كان لابد بالنسبة لنا أن نتأكدوا فيما خص تحقيق البرامج أن الشيء اللي راه يتم كما لازم، ولكن خصنا مع الشركاء نزيدوا نتقدموا في يعني في شكون دون لا ديسيبلين دون لا ميز اون اوفر دي بروغرام، ونزيدوا في الثلاثي الثاني والثالث ان يكون يعني جو ملائم خاصه للاقسام اقسام الامتحانات.